الله وبركاته. يا هلا يا جماعة الخير، عندي واحد من المشايخ اللي لهم يعني معزة خاصة في قلبي، له قصة عجيبة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أبغى أسمعها منه. يا هلا بشيخنا. يا هلا. حي الله أبو طلال الشيخ كايد حنطيري. الله يبارك في عمرك وحياتك. وش قصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه قصة عجيبة، هذه قبل حوالي تقريباً 4 سنوات تقريبا كان لي موضوع مقيم واحد رجل في معاملات 3 تقريبا اني اخلصها له، وسبحان الله اخذتها على ان في واحد كان محامي موعدني اني اخلصها، اي فبنيت على كلام المحامي، وقعت مع عقد واستلمت مقدم 500,000 و20 مليون بعد ما تخلص المعاملة. فقلت انا لي بس 500 والباقي اخذي المحامي. وقعت عقد استلمت 500,000 والمهلة 10 شهور تقريبا على حسب الوكالة. سبحان الله سلمتها للمحامي، والمحامي سبحان الله العظيم ايوه المحامي استمر، المحامي استلم المعاملة لكن تركته يشتغل فيها. بعد تقريبا 6 شهور يعني باقي على المهلة 4 شهور يكلم لمني يقول لي والله يا ابو طلال انا ما خلصت لان المهندس ما انجز هذا الشيء. فالان صرت في حيره في امري، لان اني الرجل وثق فيه اني اوقع مع عقد وعطلت 6 شهور وباقي 4 شهور، فصرت في حيره في امري. فاخذت المعاملات كلها 3، فكنت في جده ذاك الوقت، فكنت متجه للمدينه المنوره عشان في واحد من الاقارب اخدمه في موضوع في التنفيذ في المدينه المنوره. سبحان الله العظيم والدنيا كانت ضايقتهم بك، ضايقتهم بي بما رحبت، لاني انا فعلا في وضع يعني لا تحسد عليه، لا ومحرج من الشخص اللي اعطاني هذه الثقه يعني حقيقه. اي فذكرت حديث ابي بن كعب لما اتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اجعل لك من صلاتي ربعها الى نصفها الى ثلثها. ذكرت حديث أبي بن كعب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قال يا رسول الله إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال عليه الصلاة والسلام إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. فأنا عندي هم حقيقة، فقفلت جوالي من خرجت من الجدة وأنا متجه للمدينة المنورة حوالي قرابة 400 كيلو وأنا مقفل جوالي وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام طول الطريق. طول الطريق اللهم إن كنت بعد بنزين مثلا أتوقف ولا بمر على واحد توقف، لكني مستمر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت التنفيذ حوالي الساعة 11 وربع تقريبا. وقفت سيارتي ونزلت، جيت عند الأسانسير اللفت ولقى 4 رجال واقفين ينتظرون اللفت ينزل، وفي واحد ما شاء الله طويل ونظر مسكني قال أنت ما أنت من المدينة المنورة؟ قلت أنا من جدة، ولكن أنا من الرياض جاي من جدة. قال أبد غداك عندي والله. قلت يبا حلال، أنا قال والله 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 غداك عندي، أعطني جوالك. ولزم علي من بد الأشخاص الثلاثة ما تكلم معهم، تكلم معي أنا بس فقط. أي وأخذ جوالي وقلت إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طلعت المحكم فوق وبعدين خرجت الساعة 1:15 تقريبا، دق علي قال ترى الموقع أرسلتك على الموقع تجيني في المكان. طلع مهندس معماري وسبحان الله على نفس المتخصص على نفس الموضوع حقي. تغديت عنده عنده ما شاء الله ضيافه فوق وتقهويت بعد العصر. كنت بمشي قال وش عندك؟ انت قلت والله عندي ابغى اسالك عن المخطط هذا. قال جبها راح انزل جبها. جبتها له فتفاجات مفاجاه يعني حقيقه تحير البال وتدمي العين يعني حتدمع العين يعني حقيقه من ما رايت. قال هذه المواضيع كلها مخلصها عندي كلها جاهزه. يا سبحان الله. اي والله قال كلها جاهزه. قلت هل هذا؟ قال انا كنت وقعت عقد زمان مع واحد لكن ما اوفى بالعقد وراح، فالان جهزتها كلها كامله عندي في نفس المواضيع اللي انا مشغل فيها. فذكرت حيث انه اذا يكفى همك. وكيف فتعجبت قلت للمهندس هذا عادل عياد، قلت له شلون انت جيت للمحكمه؟ قال والله يا ابو طلال انا ما جيت للمحكمه، انا جيت البنك بجنب المحكمه، ما ادري كيف دخلت المحكمه وقفت وبعدين اخذت وطلعت خرجت وما طلع معكم بالمصر. قال انا ما عندي شغل في المحكمه انا، بس كيف دخلت ما ادري بالغلط. لا 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 فالعجيب في الامر انه مبدل المدينه المنوره كلها جاني وغداني واكرمني واعطاني كل اللي يبغاه انا سبحان الله اللي انا افكر فيه ومهتم فيه. وتم الموضوع قلت هلا 5 والباقي خذها انت المهندس. وهذا فضل الله سبحانه. هذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم ترى يعني فيها اسرار عجيبه يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. فلذلك اوصيكم بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم،
فإن فيها تفريج الكربات من هم أو قضاء دين أو مشكلة أو مصيبة لا قدر الله، فإن الله يفرجها سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل الله يحفظك الله يجزاك خير رزان ويبارك في عمرك وحياتك.